العضو القديم ايوه ماشي ما هو انت فيديو ده العضو القديم حبيبي والله اللي وحشنا كابتن ابراهيم سعيد نجم مصر عشان الاشاعات عشان الاونطه اللي الناس بتطلعها مهما حصل هنفضل اخوات وهنفضل حبايب وهنفضل مهما بس الاختلاف لا يفسد كان واقف معايا والله كابتن رضا قال لي اول لما عرف ان انت موجود قال انا هدخل اسلم على كابتن رضا وكابتن فاروق حبيبي يا عم بقول لك يا كابتن رضا ابراهيم برضو كان بيلعب ليبرو برضو لا بس لا لا يعني ده تلاعبه ما تكفي تلاعبه بيقدر يلعب تلاعبه فرود يلعب توقفه على الخط يقف والله يا جماعه والله بجد على واحد امبارح كابتن ابراهيم كان على الهوا وقال للكابتن كالعاده كالعاده انت ما بتعرفش تدافع هو كان بيشوط حلو صراحه بس لا بقول له ايه هو لما بنتكلم على المساكين وكده فهو حشر نفسه فانا بقول له مش انت انت كنت بتلعب بتلم ورا الناس قال لي لا قلت له طب ما كنت بتعرف تلعب نورت يا هيما انبسطت والله اخواتي وحبايبي والله انا كنت هنا مع استاذ احمد موسى عملت حلقه جامده جدا قلت عدى عليك قطعت في مين ما لا ده الطبيعي ما انا تلميذ كابتن رضا حبيبي طيب انت تنور فايق حبيبي يا هيما اخواتي وحبايبي